فالاشخاص اللي دائما العقل عندهم لا يتوقف عن التفكير، دائما هم في حاله تفكير مستمره ودائما الافكار السلبيه، فهذا اكبر دليل على انه هذا الشخص ما تشافه في معاه احداث كثير، هو ما عمل على تحريرها، ما ساعد نفسه في انه يمحي ذاكره الالم مثلا او الصدمات او الاحداث السلبيه اللي صارت معه. فاذا انت تقدر تميز اذا كان عندك افكار سلبيه او لا من خلال انت ايش بتفكر اصلا. اذا كانت افكارك دائما سلام حب هدوء فانت متشافي بدرجه كبيره، لكن اذا كانت دائما انا افكاري سلبيه، انا متوتره، انا في حاله قلق، افكاري دائما انا ممكن اسوي شيء لا ممكن افشل فيه. في ناس ينبشوا بالماضي كمان ياسمين، يعني في ناس تحسيهم تفكيرهم بس بالاشياء المؤلمه اللي صارت معاهم في الماضي فقط، يعني غير كذا ما يفكروا فيه، لانهم ما شافوها، لانهم ما عملوا على تشافي ذكريات الماضي. ما انا دائما اتكلم واقول يعني حقيقه اذا انت ما ساعدت نفسك انك تشافي احداث الماضي المؤلمه اللي انت عشتها في حياتك، لا يمكن تنعم بالمستقبل بحياه هادئه، لانه الماضي مرتبط بالمستقبل، لانه هي عباره عن افكار، هي ملفات احنا بنفكر ان احنا نسيناها او تناسيناها، لكن هي كلها ملفات محفوظه في اللاواعي موجوده. في الحقيقه انه عمل اللاواعي جدا جدا دقيق، هو زي الكمبيوتر اللي بتسوي فيه دائما ملفات وبتعملي لها حفظ 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 حفظ. فتخيلي من اول ما انولدتي والى الان قد ايش في ملفات محفوظه في اللاواعي، احنا فكرنا ان احنا نسيناها لكن هي ما زالت موجوده. اللاواعي خلاص الان ممتلئ، في كثير جدا احداث تعب يبغى يحرر يبغى يشافي، فهو منتظر انه انت متى تيجي الوقت اللي تقولي فعلا ستوب انا حوقف افكار سلبيه، انا حساعد نفسي اني اتشافى، حترجع تتذكري حتى الماضي وانت مبتسمه لما تكون في تشافي، ما عاد في افكار سلبيه عن الماضي، حتى لو كنت عشتي احداث سلبيه، حتبداي تركزي على الجانب الجميل اللي انا شفته من وراء كل حدث سلبي. يعني مثلا انا انسانه تعرضت لظلم بدرجه كبيره، وكنت افكر دائما ليش انا انظلم؟ ليش الناس اتعبتني؟ ليش الناس ظلمتني؟ عايشه دور ضحيه بدرجه كبيره، ما في تشافي. لكن لما يحصل التشافي واحرر الموقف المؤلم، ايش اللي بيصير؟ انا ببدا استرجع موقف الظلم بس بشكل ايجابي، انا انظلمت عشان انا كان في درس لازم اتعلمه، انا انظلمت لانه انا قبل الظلم شيء وبعد الظلم انا شيء اخر. فاذا هو ساعدني في اني اتطور، ساعدني في اني انجح بدرجه كبيره، هنا انت نظرتي لها بجانب ايجابي معناها في تشافي. لكن دائما الاشخاص اللي بيفكروا بغضب في شعور بالم، لأنه